احنا المشكله مش انه بدنا نرفع سعر ربطه الخبز. انا هون في مخبز تنور القدس محافظ على الكماجه، محافظ على جوده ربطه الخبز، محافظ على الطحين اللي بشتريه. بنفس الوقت التاجر اللي بشتري منه رفع سعر الطحين. زمان كنت اشتري الطحين 130، اليوم 195، وبلغني فيه كمان رفعه. هذه الرفعه اصبحت صعبه اني انا اقدر اواصل انتاج نفس الجوده ونفس الخبز. سعر التكلفه 4 شيكل. انا مثلا من شهر ونص شهرين ربطة الخبز يعني شبه بتخسر معي. بتحمل مسؤولية وزارة الاقتصاد، التجار، عدم رقابة على الطحين، شو بيجي تكلفته من برا، كيف بيوزعوه هون. هلقيت احنا كاصحاب مخابز بنطالب انه نرفع ربطة الخبز، نرفع ربطة الخبز من وزارة الاقتصاد. ارتفاع حصل مش بس على الطحين، على الزيت، على السكر، على الخميرة، على كل شيء مدخل في ربطة الخبز كله ارتفع. يعني أنا مش بس مشكلتي بس إنه رفعت الطحين، أنا عندي الزيت ارتفع، السكر ارتفع، الغاز من سعر الهيئة بعض مرات بيرتفع بعض مرات بينزل وطالع في ارتفاع. طبعا احنا بنعاني مش بس بمشكلة الطحين، كل المشاكل. قضية مش قضية نص شيكل أو شيكل إني أرفع ربطة الخبز. لقيت لازم تكون هي في الرقابة من وزارة الاقتصاد، هم اللي يعطوا قرار في رفعته نص شيكل شيكل حسب الحاجة. انت اذا نزل الطحين لازم وزارة الاقتصاد تنزل سعر ربطة الخبز، اما اذا ارتفع الطحين انا برفع حسب الحاجة. انا اليوم لشوال الطحين ارتفع علي مبلغ، المبلغ هذا يعني انا عندي مثلا موظفين كلهم اصحاب، يعني عائلات، اصحاب بيوت، فاتحين بيوت، ما بقدر انا اخفف نسبة انتاجيتي واروح اي موظف، لانه بالنهاية الموظف زيه بده ياكل، بده يطعمي اولاده. فانا يعني لما اكون انا متأثر كتير في رفعة الطحين، فانا مثلا عندي طاقة، بعد هذه الطاقة راح اخفف انتاجي، وبعد ما اخفف انتاجي انا مش راح ادمني اخسر. يعني انا واصلة في مرحلة بتراجع. هذه الامور صعبه علي لقدام، صعبه. مثلا شهر عديت شهر رمضان، بستنى رفعه من وزاره الاقتصاد، بستنى قرار، بس بعد هيك بصير عندي مشكله بتزيد يوم عن يوم.